السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. موضوعنا لنا اليوم حيكون حول تراجع الانجاب عند الجزائريين. علاش الجزائريين في الوقت الحالي ما راهمش يجيبوا دراري كيما زمان؟ زمان كنا نشوفوا في العائله الواحده يجيبوا 10 12 13 طفل، لكن هذا الشيء هذا ما راناش نشوفوه في الوقت الحالي. تبعوا معنا نشوفوا على حساب راي الجزائريين وشنو هي الاسباب. متزوج؟ نعم. شحال عندك من طفل؟ زوج. الله يبارك، ربي يشدهم لك ان شاء الله. رانا موضوعنا راه على يعني تراجع الانجاب في الجزائر، علاش ولينا نشوفوا يعني في الوقت الحالي ما يجيبوش دراري كيما زمان؟ زمان كانوا يجيبوا 13 طفل 10، دوكا ما ناش نشوفوها. سي فري، صح كاينه من هذه الظاهره. انا نقدر نحكي لك على روحي، انا نفضل نجيب زوج دراري ونقومهم ونتبعهم بيان خير من اللي نجيب بزاف وهاك على بالك تهملهم. هذه يعني هكا تخمم؟ انا هكذا نخمم. بور موا هذه مستحيل، يعني انك بالك تجيب 10 اطفال؟ مستحيل مستحيل. بنخمم انا بريفيري هكذا الزوج يكفوني، واش راني نشوف باللي تاع الوقت هذا يخمو كاع هكذا زوج ثلاثه ماكسيموم. يقول لك وعلاه زمان كانوا عندهم 10 اطفال وكاع عايشين؟ كانوا عايشين بيان والله، غير بزاف عفايس بدلوا من زمان دوكا، ماشي غير هادي. امهاتنا وجدودنا وهذا كانوا يصبروا بزاف، يكبروا بالهم، يعيشوا باللي كانت، بالمقدور اللي قدروا عليه باللي كانت. اما درك باش نقدروا حنا نعيشوا المعيشه هذيك تاع قبل ولا ما نقدروش صراحه. يعني بكل صراحه، امك شحال عندها دراري يماك؟ امي يمكن 10، امي جابت 10. اي وانتوما؟ انا دوكا جايبه 4 دراري. اي وسي بون يعني، والحمد لله على كل حال. يعني جايبه زوج بنات زوج ولاد، فيها فضل الله العظيم، فيها الف بركه. لا ماشي 10 بيان سور، نشوف فيها حاجه مستحيله. انايا بالنسبه لي نشوف فيها حاجه مستحيله دوكا. انا يما الله يرحمها برحمه الله ولدت 10 كلش. الله يبارك. واسمحوا لي ولدت دو فوا توام، وولدت طفل وزن. اه اسمح لي، وولدت الطفل وقسم لكم بالله غير وزن 6 كيلو في عام 64. كنت اسمحوا لي انا كنت ودوكا اسمحوا لي اسمحوا لي، انا يما ام عظيمه ماشي نقولها ونعاود ونزلو. اسمح لي، وزوج دو فوا توام، وولدت الطفل في عمره وزن 6 كيلو في 64. وبون ثلاث بنات مع الراجل الاولاني، دو مارياج مات الاول مات والله. كلش 10 اطفال؟ 10 وزوج توام وطفل 6 كيلو. دوك علاش ماهمش يجيبوا 10 دراري؟ قلت لكم عده مشاكل، من بينهم الضغوطات، المش اعوذ بالله يا ربي اسمح لنا، السحر والاخر والحساده، كيش يقولوا كلش كل النيه قليله، الضغوطات الا من رحم ربك. كيما حنا رانا 8 الله في 8 في الدار الله يبارك. دوكا دوكا ولاو يكالكيليو يا اخو. بكري ما كانش حسابات، ما كانش كدا، شغل كان ربي سبحانه. دوكا شغل المرأة خدامة، الراجل شغل ما كاش اللي يوقف، سي بور سا اللي راه هي الحاجة. شو أنا دوكا ماكسيموم ثلاثة يا ثلاث أطفال ماكسيموم. واللي تحب دراري قدام منا بزاف ثلاثة ما تفوتش، هم يجيبوا واحد زوج يا أخو، هم يجيبوا واحد زوج، كاين واحد ويديروا آري ثلاث سنين وقدام منا يجيبوا الدوزيام ويا ولاو هادي ما كانتش بكري يا أخو. ما على بالناش اسكو لي موايان اللي راهم دوكا كاين اللي مهم، شي كيما ما بكري ما كاش. يقولوا بعض العائلات زعما داخله دون لورغانيزاسيون، ما نكثروش زعما الدراري. قال طفيل طفله سي بون، ما على بالهمش ماشي رب العالمين هو الرزاق. وبين قوسين نزيد نقول واحد المقوله، بعض مالينا ولا واش يقولوا الاولين كاع يقولوا دار الرجال خير من دار المال. انا نقول اذا كانوا صالحين. شحال عندك دراري؟ ثلاثه. الله يبارك. علاش نشوفوا يعني ناس زمان كانوا يجيبوا يعني دراري اكثر من الجيل الحالي ولا يعني الوقت الحالي؟ انا نظن باللي هي النيه، كانت النيه والناس ما عندهاش كيما يقولوها واش يقولوا الكابريتو تاع الحياه هذه، يعني يحبوا بزاف. دخلت بزاف الامور تاع هذه لا تكنولوجيا ودخلت الانترنت وفزت فيها الامور، بكري ما كانتش هذه الامور. كانت صحيح، كانت النية هذه شاد فيها ربي سبحانه وعنده هدف. يعني راك تشوف بلي التكنولوجيا اثرت على الانجاب وعلى يعني شحال تجيب دراري؟ اثرت بزاف على المجتمع. الاسباب الحقيقيه تعود الى فكره تنظيم النسل. هذه اغلبيه افراد المجتمع راهم عندهم
خصو الفكره هذه تنظيم النسل، عنده يجيب ثلاثه ولا زوج ما يفوتش، ما يقدرش ينجب اكثر من هذا. موضوعنا راهو على يعني تراجع الانجاب يعني مقارنه بالماضي، علاش نشوفوا باللي يعني الجزائريين ماهمش يجيبوا دراري كيما زمان، بكري نسمعوا نقولوا مراه جابت 13 14 طفل ودوكا ما نشوفوهاش هذا. واو حلم البركة ولات ما كاش، البركة ما كاش والناس ولات تخاف الفقر. خاف الفقر ما كاش حسن الظن بالله، حسن الظن بالله ما يكونش حسن الظن بالله ما يجيبوش بزاف دلال. لأن الخالق هو يتولى الإنسان يخلقه وفي رزق وفي السماء رزقكم وما توعدون، دونك كل يرجع إلى الله، كل مخلوق عنده، وما من دابة فوق الأرض إلا على الله رزقها. وكنا بكري ما كانش دار ما فيهاش توام، والدار اللي ما فيهاش فيها 10 14 واحد. علاه؟ الناس كانت عايشة معيشة تاع الفرح، النية والقدار ومنا، ودركا لا لا. دركا مع دركا مع لي برودوي، مع الماكلة فيها لي برودوي شيميك، مع الدواوات، راك معايا؟ ما واش يجيبوا الأطفال دركا. وبكري سيدي يدير 40 في الشهر خدام، والمرأة تاعو مرأة ثاني منها راجل ومنها صحيحة، تاكل غير الكسرة والبركوكس والطعام، دوك ما كاش بركوكس طعام الأحمر والأبيض والرغدة. كان اللي يقول لك نجيب بحال زوج أولاد ثلاثة خلاص فيها بركة، والمعيشة تاع بكري تاع درك ثاني مش كيف كيف، ها؟ بزاف الصوالح تبدلوا، وكل واحد فيه يخمم ثاني. كان اللي يبغي يجيب دراري بزاف كان اللي يقول لك انا نجيب زوج ثلاثه خلاص فيها بركه. كانوا يجيبوا كثر، كان ماني جابت قريب 10 ورباتهم كبروا وخرجوا الله الله كامل. دوكا راهي الوقت تبدل بزاف، المعيشه والولد كي تجيبوا لازم يبدا يخير لك واش يشري، والطفله هكذا يعني تعرف الوقت اللي رانا فيه، وكل واحد هو يقول للدري كي تجيبيه جيب خيره معاه. يا اخي يقولوا هكا، يقولوا دريك تجيبيه يجيب خيره معاه، صح كاين اللي يجيب خيره معاه، بصح ما نشوفوا في الوقت راه شغل تبدل بزاف بزاف. هذا هو مستحيل بالك المرأة الجزائرية تاع دوكا يعني تنجب 10 12 طفل زمان. ايه مستحيل مستحيل، دوكا واحد زوج يا ربي، هذا راه كيفاش عجب واحد وراه بزاف البوكو.